السلام عليكم خالتي، خوكم سفيان توجور. واحد الشخص من خاوتنا سقساني، واحد من خاوتنا سقساني قال لي المقنين اذا غني كيكون في السقاط. انا نقول له البعض يعني شفتها في بعض، معظم ديالهم يحبسوا التغريد قبل ما يدخلوا في السقاط. كاين اللي يحتار 4 سمعنا قبل ما يدخل في السقاط، يحبس التغريد كامل. وكاين اللي يبقى يغرد، يعني يبقى يغرد ما عندوش مشكل، وكاين اللي يبقى يغرد حتى يوصل نص السقاط ومن بعد يحبس. ليكزومبل هاوليك، هذا سمعتو يغني هاوليك، هذا هو في السقاط. السقاط هذا ما كوبليتوش هذا العام، كيما كوبليتوش هذا العام راه سقط شويه بكري، واحد سقط زوج سمانات، واحد ثلاث سمانات قبل الوقت. اوكي راك تشوف هنا هاوليك، هاو الريش تاعو لي كرون بليم كدا منحيهم. هذا العام ما كوبلاش، ما سييت ميم با نسيي نزهيه مسكين والو. تسمى لي شوف فيه بلي شغل مانكري مازال عندو لينرجي، تكفيه لينرجي كافية باش بصح شغل بريفيرا يدخل في السقاط، هو على بالو عليه. تبدا ربي كيما ينتج، كيما نتج هاد العام قالك ندخل شوية بكري، باش نخرج بكري شوية، بصح مازالو يغني توجور، مازالو يغني. هذا هو الجواب تاعك خويا العزيز. كل مقنين كيفاه، جينيرالمون المقنين كيما يكوبليش يدخل السقاط بكري. هادي كيما يكوبليش يدخل السقاط سقط شويه بكري، يعني ماشي بزاف، زوج سمانات ولا ني، هذا عنده واحد 3 سمانات او باسكو ما في تدخل لي فيه وسط اوت، تخلي فيه وسط جوي، تما غير قول زوج سمانات ثلاثه هكذاك روطان. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم سفيان توجور.